ناخذ اتصال الأخ يحيى من مكة. تفضل يا يحيى. يحيى السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يحيى. بارك الله فيك. كلمة الشيخ. نعم تفضل. الله يحفظك يا شيخ. نحبكم بالله يا شيخ. حياكم الله. الله بارك الله فيك يا شيخ. ننوي السفر إلى المدينة المنورة وأذن علينا صلاة الظهر وإحنا داخل مكة المكرمة. هل نصلي صلاة الظهر إذا كنا خارج البنيان قصرا أم جمعا؟ إذا وجبت عليكم الصلاة وأنتم لم تخرجوا من البنيان فإنكم تتمونها ولو صليتموها خارج البنيان تتمون لأنها وجبت عليكم تامة فتؤدونها تامة. نعم جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا أحيان.